مشاهدينا الكرام، اهلا واهلا واهلا بكم في كاميرا في الريف 6. اشرب يا استاذ يحيى. ما شاء الله. بسم الله. طبعا احنا في مكان جميل جدا، يعني العشة، الاجواء الجميله والرائعه، خضره، جمال، اغنام، ماء برد، كوزه وما ادري ما يسموها هذا. اذا تحبوا تعرفوا اكثر عن هذه المنطقه الجميله والرائعه، تابعونا من خلال هذا التقرير. الأودية في اليمن كثيرا ما يرتبط بعضها ببعض ويغذي بعضها الآخر. لسان حالها الحياة تعاون وشراكة، كما هو الحال في وادي زبيد. تهامة كانت بوابة الدخول إليه تحديدا من مدينة الجراحي. وادي زبيد محطة وصول للمياه القادمة من العدين من وادي عنة ووادي السحول النازل من شمال إب وأودية بعدان والمنار وأودية جبل حبيش، تلتقي في المضيق بين جبل رأس ووصاب، ثم تسقي زبيد وتنزل إلى البحر الأحمر. كل هذا أيام هطول الأمطار وقدوم السيول التي تأخر وصولها هذا العام. والمياه التي تصل إلى وادي زبيد تختفي تحت الرمال، حيث تظهر في الفازة، قرية غرب زبيد على ساحل البحر. تعمقنا بوادي زبيد الزراعي مترامي الأطراف، والذي يقدر طوله 40 كيلومترا وعرضه كذلك. والتقطت عدسة البرنامج ما أمكن مما يتميز بزراعته، فطالعتنا أعواد الذرة البيضاء وهي تتعدى طور مرحلة زراعته الأولى، أقبلت مبشرة بموسم خير. وعلى مقربة منها انتصبت أشجار المانجو والليمون، لا ينافسها في الانتشار غير أشجار النخيل وزهر الفل والحبوب بأنواعها. رغم الجفاف إلا أن وادي زبيد يحتفظ بحيويته مقاوماً اليأس. سلكنا أكثر من طريق وهو يرينا استمرار الحياة فيه. في جنباته وعرصاته قامت قرى صغيرة يغلب عليها بساطة البناء. أهلها بهممهم العالية يحيون الأرض ويزرعونها في دأب ونشاط، ويعتمدون بعض الله على ما يحصدون من ثماره وعلى الرعي في تدبير معيشتهم. عند أحد بيوت وادي زبيد الطينية الجميلة غادرنا على أمل لقاء به ليكون أكثر متعة وإدهاشا. الأخ مراد. مراد، أيوة. أنت قد مثلت من أول؟ لا، ما مثلت. ما قد مثلت؟ ما شفت الكاميرا في الريف العام الماضي؟ أيوة. شفت فكرة تمثل أول؟ أيوة مرة. أيوة تابع. بتمثل أول مرة؟ أيوة. بتفوز؟ بفوز إن شاء الله. هكذا؟ أيوة إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، باين على المنافس تبعي بيكسر الدنيا. هل عندك استعداد تمثل معنا؟ إن شاء الله. وعضيد وجهنا؟ إن شاء الله بإذن الله. كما زميلي بيتحدى وصاحبه، أنا أنت صاحبي داحي. والله يهمك. الآن عم مثل تمثيله أو مشهد عن الفضوء. نعم. إن الواحد ما يتفضل، مش ضروري يعرف كل حاجة. ما يقع الفاس في الرأس. أيوة. صحيح. بس بيني وبينك صاحبي عيفوز. نخر هذا بسبسر صعب أنا وهم سلاح. بسبسر صعب يا ما شاء الله ما نكش. الموضوع مشو بالجسم، بالأداء. أداء وجسم وشكل، وهذا ما هذا ما عاد يعرف شو هذا مثلاً. إذا نشوفوا المشهد وطبقوا زينا، تمام؟ نشوف المشهد. اثنين السلام عليكم. السلام ورحمة الله. 2-2 إنه ما بتسوي من أول، ما هو 2-2، ما بتصطاد لا بحر ولا نهر ولا بركة ولا 2-2. ما هو 2-2؟ 2-2. أمانة ما أنا أقول لي لا تدعم، مش أمانة أقول لي شدري، ما هو اللي بتسوي؟
خلي لي حالي خلي لي حالي خلي لي حالي انا ولا ماني خلي لي حالي انا شادر ما بتفعل مش عليك هذا الخلاف امانه امانه لا ما لقيت الصاد اول قول لي ما هو اللي بيصطاد ما بتفعل رجع خلي لي حالي ماشي ضروري تعرف انا ضروري اعرف انا الشادر ما هو اثنين 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 ما هو اللي بيطلع اثنين اثنين ويا اسالك بالله ما قلت لي لا تتعبنيش امانه قد انا قد راسي عين فجر من وين بنبشرك اثنين اثنين ما بشي بالحبل بيطلع عضل ضروري تعرف ضروري تعرف ضروري ضروري اعرف ها كيف ضروري تعرف ايوه اثنين اثنين طيب ها شدي تعرف ضروري تروح الان ايوه تشتري لي اثنين عصير اها واثنين بسكوت ايوه واثنين حليب اها وحبه شقاره اها وتعبي لي التلفون رصيد تقول لصاحب البقاله اللي بيجي يقول اثنين اثنين قد الرقم عندك ايوه وعبي لي رصيد خلاص ولا يهمك واعرف اقول لك من عيني امانه اي بالله مش ضحك علي الله المستعان الان الله المستعان عد اثنين وانا عندك اثنين 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 يا ربي لك الحظ اثنين 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 ها لا 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 ها ها ما قلت لك قلت لك كله بسرعه اثنين عصير واثنين سكر والكرت وذكر انا تعبي منها التلفون يلا كل يفتن جنب اخوتن اها الحمد لله ها. انت الثالث اليوم اللي اصطاده ثلاثه ما هو يعني ثلاثه انا الثالث بين اصطاد عواد ما دخلي وانا ما دخلي فضول فضول مقرع ولا اصطاد ولا مش شيء حاضرك استاهل استاهل ما هو ثلاثه اثنين اثنين ما هو ثلاثه ثلاثه يا الله بالثالث ها شفتوا المشهد؟ أيوة نعم شفناه. إذن أنا أرى أني يبدأ صاحبي. يلا يبدأ صلاة التصفيقة. أنا واثق منه يلا. اثنين اثنين. اثنين اثنين. اثنين اثنين. اثنين اثنين. يا خبير. اثنين اثنين. السلام عليكم سلام اثنين اثنين لو سمحت لو سمحت ما بتسوي ما بتفعل ما بتستعمل اثنين اثنين من حكي ضروري ايش تعرف ايوه ضروري اعرف لانه ما فيش لا بحر ولا ماء ولا ما بتسوي اثنين اثنين ما ايش تعرف ايوه روح ابدي لي من البقاله اشحل لي التليفون الكرت ايوه ودي عصير ووقيت وانا بقول لك وانت هتكلمني انا اكلمك متاكد نعم ان شاء الله الان اثنين 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 ها اثنين بس ضروري يعرف امان الله لا تجيب علي ها اثنين اثنين هذاك عصير والكرت والشقار والكل اثنين اثنين قول لي بس عن ثلاثة ما هو ثلاثة ثلاثة انت الثالث لا هو انا الثالث ثلاثة ما هو انا ثلاثة ما هو انت ثلاثة ثلاثة انت اصطدتك الثالث لا لا ما قلنا ثلاثة هي اصبر اسمع اثنين 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 هيا قل لي قل لي ما هو هيا تترك عصير انت الثالث ما هو انا الثالث انت اصطدت الثالث او انت اللي اصطدت الثالث يعني ما في حاجه ما بصدق اوادم يعني قصدت اثنين ولا ثالث ايوه وانا ما دخلي بالفضول ما علي دخل ثلاثه ثلاثه لا بح ولا ما ولا ماش بيصطاد هذا الله ما عمر معرف ضروري فضول يا اخ اثنين اثنين يا اخ هيا روح لا لحظه لحظه هيا روح لا ايش بتصطاد اصطاد ايش بتصطاد اصطاد لا اصطاد وايش دخل يو ضروري ضروري يعرف لا سمك لا ما لا حما لا طمام لا تعرف ضروري 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 اعرف اشحل الجو الرصيد جيب لي باقي سيجاره عصير وانا بجيب وهو ليش ها وهو ليش ها ايش اعمل اروح اجيب لي باقي سيجاره عصير وانا بجيب بتقول لي ايش بتصطاد أيوة حرام لا اشتري لك هذه بس اج اموت واعرف ايش بتصطاد ايوه اروح واشتري وانا بقول بسرعة اثنين اثنين ثلاثة 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 هاي تقول لي اشتريت لك اللي اشتريت العصير والبسكوت والرصيد والسيجارة ايش ثلاثة ثلاثة ايوه ايش بتصطاد كم ثلاثة 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 قول لي انت الثالث اللي اصطدته هيا روح لك ها هيا روح لك انت الثالث اللي اصطدته ها ايوه يعني هؤلاء كلهم اللي قبلي ايوه البوكلاك البوكلاك بوكلاك يا ابو كلي ايوه استاهل انت الرابع الفضول 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 الفضول
كف اداء الجماعه. والله ما شاء الله الاثنين ما شاء الله كرع. كممثل قدير واستاذنا لا اول مره صدق هدوا مبدعين. على العموم اعلن النتيجه. النتيجه مناسبه بين الاثنين 15000 و15000. مبروك عليك 15. أعزائي المشاهدين، شمس شديدة، الله ينجينا من نار جهنم، والفقرة بحاجة لا تركيز، وتركيز وسط شمس، ما بلا على الله. اخترنا اثنين مهانة من طلاب العلم في هذا المكان الريفي الجميل، الأخ من؟ المنتصر بالله الأشعري. المنتصر بالله الأشعري، كيف حالك يا ابن الأشعري؟ الحمد لله تمام. قضي حاجتك. ومعنا الأستاذ؟ عبد الرؤوف عبد مرحميد. هتستغربوا بإسماع، ما قد شغلناش السماعة. احنا هنشغلها. أعزائي المشاهدين، الفقرة عبارة عن 15 كلمة، كل كلمة بألفين، إذا جابوا الـ15 كلمة 30000 ريال، هذا بنحط في إذن السماعة، السماعة بتشتغل، لو يقرح جنب الصاروخ الله لا قال ولا قدر ما بيسمعش، بيموت أي ولكن بيسمع إلا. الأستاذ عليه يطبق الكلمات، حاول تركز على حركة الشفايف يفهمك، إذا فني الصوت، شغل لنا الصوت. أول كلمة ندي لك من البداية. تراب. 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 تصفيق أول ألفين. أنا أديت سهل أديت سهل. طيب أخوة. أخوة. كرة. أخوة. قوة. أخوة. هو. أخوة. قوة. طيب 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 اللي بعدها. سحاب. 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 حساب. حساب. سح. حساب. سهام. حساب. سحب. حساب. سهام. كيف حالك؟ يلا بترول. بترول. بروتوكول. بترول. بترول. وسيم. 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 واتساب. وسيم. وسيم. What is your name? وسيم. 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 أيوة. سلطة. 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 شطة. سلطة. 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 شطة. شطة. شنطة. 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 لحظة تأكد من السماعة. بركان. 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 بستان. بركان. بركان. حسان. 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 هزاز. حسان. حسان. هزة. اندونيسيا. اندونيسيا. تون. اندونيسيا. كوسا. اندونيسيا. اندونيسيا. تونسيا. اندونيسيا. مالسين. مالسين. يافع. 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 كافي. يافع. يافع. شافية. غراب. 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 بقرة. 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 يحلبوها بقرة. بقرة. بر. بقرة. بقرة. بركة. مجنون. 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 الوقت انتهى. المخرج قال لي الوقت انتهى. والله كانوا مميزين. نطلع فاصل ونشوف كم كلمات جابوا ونستلم الجوائز. أعزائي المشاهدين، رغم حرارة الشمس ولكن احنا في الريف عند طلاب علم ما بش خراج. ما شاء الله جابوا، تخيلوا كم؟ 10 كلمات. مبروك عليكم 20000 ريال. أعزائي
الان مشاهدين وصلنا واياكم الى فقره انت السائل. الفقره باينه من العنوان ان يعني بطل الفقره هو السائل نفسه. طبعا في الريف حبينا انه نشارك الطلاب، طلاب الجامعات في الريف، طلاب المدارس بعض الفقرات. معانا الاخت فاطمه صح؟ ايوه. طيب اخت فاطمه، هذا 30,000 ريال في رصيدك الان، هذا في رصيدك، بتجيبي لنا سؤال، بنضع سؤالك على 6 من الموجودين، كل واحد يجاوب ينقص من رصيدك كم؟ 5,000. اذا جاوبوا الستة 30,000 توكلت على الله، اذا ما جاوبوش 30 تبعك، اذا جاوبوا 2 بتروح 10، اذا جاوب واحد الفكرة وصلت. اذا نريد منك سؤال، ما هو سؤالش؟ ما هي الصلاة التي يجوز فيها الكلام؟ ما هي الصلاة التي يجوز فيها الكلام؟ سؤال جميل. نبدأ نطرح أول متسابق، نطرح عليه سؤال، تابعونا. بسم الله، ما هي الصلاة التي يجوز فيها الكلام؟ الصلاة التي يجوز فيها الكلام، إذا جاوبتي تنقصي من رصيدها 5,000. الحج. صح ولا لا؟ صحيح. أنا أشتي أفهم أول شيء الإجابة، كيف لو ما صح؟ ما يعني ما هي الصلاة؟ وضحي للمشاهد الإجابة. صلاة الحج، يعني لما الطواف والحول الكعبة، الحج بشكل عام يعني هو صلاة. إذن يعتبر عبادة. إذن قربنا الأمور، سلمي لها 5,000. ما هي الصلاة التي يجوز فيها الكلام؟ صلاة الحج. صلاة الحج أو عبادة الحج، لبيك اللهم، حاسبيها. إذن الثانية جاوبت، نشوف المتسابق رقم 3. بسم الله، ما هي الصلاة التي يجوز فيها الكلام؟ صلاة النبي. اللهم صلي على باطنه وظهر، بكم كسبت أجر يعني للناس. طبعا هي عبارة عن صلاة، عبادة من العبادات. ما جاوبش، أول 5,000 حافظتي عليها، يعني 10,000 توكلت على الله، وخمسة ألف قدي نصيبش. صلاة الحج، يعني عبادة الحج، وإجابة صحيحة، وخمسة ألف ريال مبروك عليش الجائزة. ما هي الصلاة التي يجوز فيها الكلام؟ عبادة من العبادات. أنا بنعدل عشان لا نخش، تفضلي. صلاة الحج. الحج إجابة صحيحة، وخمسة ألف ريال، لبيك اللهم لبيك، كرح الرصيد. أعزائي المشاهدين، آخر متسابقة نطرح عليها السؤال، السؤال يقول، ما هي الصلاة التي يجوز فيها الكلام؟ صلاة الحج. وإجابة صحيحة، وخمسة ألف ريال. جابت لنا سؤال، جاوبوا 5 نقصوا من رصيدها 25,000، بقي لها 5,000، مبروك عليش 5. الحمد لله. أسمع تصفيقة، في أمان الله. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، فقرة جديدة من فقرات سواليف ومواهب الريف. دائما احنا نفاجئكم بمواهب، واحنا في ريف الحديدة او ريف تهامة التقينا بالموهوبة المبدعة. من؟ خلود ريحان. طيب ما تجدي من موهبة؟ عندي موهبة الشعر وموهبة الغناء. هكذا ما شاء الله، بس كله يميل للوطن لاني احب الوطن، أعشق الوطن. عملي رسائل حلوة، هذا الرسائل يستفيدوا منها اللي بيمكنونا، إحنا وطنيين وخبصوا بالوطن. تشتري تقعي مذيعة إن شاء الله، ليش لا؟ الإنسان لما يطمح لشيء يوصله، حتى لو حصل معارضة بس بيوصله. يعني ما أنت في نظرش ما لن تستسلمي للظروف، ظروف فقدان البصر صح؟ مستحيل، وهذه ليس إعاقة، الإعاقة هي إعاقة الجسد. قال انها، الله عز وجل صح، قال انها لن تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور صح؟ اكيد. يعني العمى عمل بصيره. اكيد. طيب نبدا بالشعر. اوكي. عن الوطن، كلماتش ولا؟ كلماتي. ها ما شاء الله، يلا بسم الله. انتمائي تربتي كل افكار اليمن، عزتي في وحدتي رغم أشكال المحن، وستبقى رايتي شامخة عبر الزمن، الوئم هو غايتي لكل أبناء الوطن، رددوا في أنشودتي رافضين أي فتن، أنت أمي وأبي، أنت لي كل أمل، اليمن شامخ ثراها، اليمن روحي فداها، اليمن هي غالي الثمن. ما شاء الله ما شاء الله، حب الوطن يجري في العروق.
طيب نشتي نسمع الصوت هذا اللي سمعناه في الشاشة، تسمعه في حاجة عن الوطن، في أغنية عن الوطن، انشودة عن الوطن، أي شيء عن الوطن. الوطن هذا كرمال الوطن يرخص الغالي. أكيد كلنا مع الوطن. طيب نسمع شيء عن الوطن. أنت أنت الحب يا أغلى وطن، وانت أجمل حب في قلبي سكن، وانت أجمل حلم في عيني أشوف، يا يمن الخير يا أغلى وطن. انت آيات كاسي الجمال، وانت فكرة ما فرق فكري ويبان، وانت مان القلب لدى كل خوف، يا يمن الخير يا أغلى وطن. أنت أنت الحب يا أغلى وطن، وانت أجمل حب في قلبي سكن، وانت أجمل حلم في عيني أشوف، يا يمن الخير يا أغلى وطن. الله الله ما شاء الله، أغنية جميلة. ويعني ما أقول لك، الوطن هذا غالي علينا، وعاد الوطن يحتاج لحاجة ثانية منك. ما دام الصوت الجميل هذا موجود، فضروري تجيبي لي حاجة ثانية عن الوطن. أنا بفدك بروحي يا وطن غالي، أنا بضحي بروحي قبل أعمالي، أنا جندي صونك يا يمن الزين، أنت بقلبي ساكن وأنت جوا العين. أنا أصلي يماني على مدى الأزمان، يمن فيها ما ناظر جنة الرضوان، أحب الناس فيها وفيها كل الخير، أشوف فيها التعاون وفيها حب الغير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والصوت ما شاء الله، والانتقاء انتقاء يعني الأغاني. طيب ليش ما نخرج شوية هكذا من الوطن ونشوف حاجة على ذوقك؟ احرجتك يعني؟ لا لا احرقت ولا حاجة، اللي عنده موهبة أكيد إنه بيقدم بيعمل وبيكافح لحد ما يوصل. يعني مش مستسلمة؟ لا أبدا. لو أدردش معك ساعة ما بتعجزيش؟ لا ما بعجزش. شنو بصير جاية ناوية ما شاء الله على يوم كامل. طيب أش هتسمعينا؟ أغنية لأحلام. هكذا أحلام؟ أحلام. حبني أو حب غيري، صرت في عمري خيال، قانعة وأعرف مصيري، مالي في قلبك مجال. حبني أو حب غيري، صرت في عمري خيال، قانعة وأعرف مصيري، مالي في قلبك مجال. كاذب انت او صريح وما يصح الا الصحيح، كاذب انت او صريح وما يصح الا الصحيح، لا تغش روحك وروحي، لا تخون الصدق، لا انا بتحمل جروحي وهذه ما هي مشكلة. القوي ما تهز ريح وما يصح الا الصحيح، القوي ما تهز ريح وما يصح الا الصحيح. هل بتراي بتشوفي ان فقدانك للبصر عائق لحياتك ولا لا؟ لا ما شاء الله العظيمه. ليش؟ لانه قد قلت لك في البدايه ان المعاق مش هو معاق الجسد. أنا ما أحسش بإعاقة، مثلي مثل الناس كلهم. وجامعة وسنة أولى والحمد لله. أكيد ما فيش حاجة يعني متغيرة عنكم أبدا، أروح وارجع وامشي واروح أدرس وأعمل كل شيء لوحدي واشتغل، ما فيش حاجة بتعيقني أصلا. يعني ما أقول أنا معاقة، لا أنا مش معاقة. الإعاقة إعاقة البصيرة. أكيد. طيب ما هي الرسالة التي تقدميها لزملائش اللي بيظنوا إن الإعاقة هذا بتأثر عليهم وبيوقفوا في البيوت يجلسون في البيوت وما بيتعلمنش؟ في ناس كثير من هذا النوع. أيوة، إيش الرسالة توجهي لهم؟
أتمنى أنهم يكونوا فاهمين هذا الشيء، إيش معنى الإعاقة، يفهموها، وأشي كل واحد معه بنت أو ولد معاق يساعدوا ويوقفوا معه لحد ما يوصل لنهاية حياته ويحقق مستقبله ويحقق أمنياته. إذن أعزائي المشاهدين، رجعنا وإياكم إلى المبدعة خلود ومع فقرة سياسة ريفية. كيفك مع السياسة؟ أنا ما أملش للسياسة خالص. أيوة. كل حبي للوطن، أحب أن أنا أوقف مع الوطن، بس ما أحبش أن أنا أكون أحزاب، مش نكون يد واحدة. ماذا تعرفي عن الكونغرس؟ أيش هو الكونغرس؟ الكونغرس؟ سمعتي حاجة اسمها الكونغرس الأمريكي مثلاً؟ أول مرة أسمع فيه. هكذا؟ طيب، سمعتي حاجة اسمها حلف النيتو؟ حلف النيتو مش حليب نيدو، حلف النيتو. حلف النيتو. لا والله للأسف ما أعرفش عنه. هذا دليل إني بعيدة عن السياسة. طيب أسألك سؤال ثاني، لا تقولي ليش مش عارف هذا. ما هي جامعة الدول العربية وما مهمتها؟ جامعة الدول العربية مجموعة من الدول يعني تجمعوا مع بعض ويحلوا يحرجوا بين خلق الله. يحلوا يعني المشاكل، يعني القضايا بين حق الدول العربية، حاولوا يحلوها وحاولوا يساعدوا الدول الكذا، وهذا الصح، لكن في قصور، في قصور. ماذا تعرفي عن الأمم المتحدة؟ هذه أمريكا. نشي أمريكا الأمم المتحدة، يعني قد تكون متحكمة في الرأي، لكن ما هي الأمم المتحدة؟ اسمها أمم متحدة، معروف من الاسم. مثل ما قلنا جامعة الدول العربية، يعني الدول العربية شكلوا لهم حلف اسمها الجامعة العربية، والأمم المتحدة هي دول العالم كاملة تحت مظلة اسمها الأمم المتحدة. مجلس الأمن الدولي ما يفعل. أقول ليش غنى إلى أحلام وسدي ليش. طيب لو عينوا شو الجميع الأطراف قالوا خلود هذا مندوبة الأمم المتحدة في اليمن مكان ابن الشيخ، يعني بعدوا ابن الشيخ وقالوا خلود هذا بيدها الحل والعقد، ايش عاد اعملي؟ ما برشحش نفسي. طيب ما هكذا نزل الامر وصدر ان انت مبعوثه الامم المتحده في اليمن، ايش عاد تعملي وايش حيكون اول قرار؟ اول قرار بعمله انه نتفق مع الشعب. يا سلام، نصطلح مع الشعب. ايوه، ونغير ما نشيش اي حزب، الشيهم يكونوا يد واحده، نوقف مع بعض، كل واحد يجيب رايه، ونتفق على رأي الكل مقتنع فيه به، ونأسس البلاد من جديد. هذا أول. يا سلام، جميل جدا، نبني الوطن من أول وجديد. أيوة. بس ضروري نحن نبعد من أنفسنا العقد ونبدأ نتآخى أكيد طبعا، إذا موجود الحقد والحسد وكذا ما بنصلحش البلاد. إذا أعزائي المشاهدين، كلام جميل وكلام كبير وكلمات بتخرج من القلب بتوصل إلى القلب. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، ومعنا جائزة بسيطة مقدمة من قناة السعيدة الأخت خلود، تفضلي وتابعونا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الكاميرا في الريف 6.